كعادتها تحيي جميع عشاق طرف الأصيل سهرة من سهرات أيام الزمن الجميل. وهذه السهرة خاصة لأن ذكرى ليلى مراد ومحمد فوزي ومطربة صباح، فسهرة متميزة جدا وستكون يعني متميزة جدا جدا. وشفتوا الحضور المتميز اليوم إن شاء الله، كل العشاق ديال الطرب الأصيل اللي جاو حضروا معنا، وإخوان فنانين اللي جاو من أمريكا من فلوريدا وفنانين اللي حضروا معنا جاو باش يدعموا الجمعية. فالآن بغيت نعطيك سبق واحد المعلومة سي غزالي، لأنك مناضل في هذا الميدان، وتنشكرك على هذا العمل النبيل اللي تقوم به. فجمعية الطرب الأصيل ستعلن اليوم فتح مدرسة عشاق الطرب الأصيل، ابتداء من الآن ستكون مدرسة للطرب الأصيل بتأطير وبأستاذ المايسترو صلاح الشرقاوي. وبهذه المناسبة تشكر السي أحمد الغزالي على المواكبة ديالو ديال هذا الأنشطة، يعني على الصعيد الوطني تبارك الله عليك، راك مناضل ومناضل كبير، وعندك كل احترام ومرحبا لكل عشاق الطرب الأصيل. نشكر جريدة أصوات اللي جات من الرباط باش تواكب هذه السهرة ديالنا ومجموعة السهرات المقبلة، فهي مشكورة بزاف كثير كثير كثير. شكرا سي أحمد الغزالي. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.